أثناء رياضة، أثناء رياضة، أي رياضة، سواء رياضة المشي أو كمال الأقدام، لازم تستخدم مية زيدي. طبعا أنا المية مهمة جدا جدا يا جماعة، بس إيه منفعة نشربها بعد ما نجري، نشربها وإحنا واقفين أو وإحنا قاعدين، ده الطريقة الصح. واحد يا راجل ويشوف أطفال وكبار عندهم دهون بطريقة عنيدة جدا، وقاعدين لا بيعملوا رياضة ولا أي حاجة، غلط كده يا جماعة. يا جماعة أي حد، يا جماعة أي حد ما بيعملش رياضة لازم كله يعمل رياضة، مهم جدا، مهم جدا. في ناس بيجيلها سكر وضغط مبكر، والله العظيم يا جماعة أقسم بالله، رغم إن أنا مش دكتور، في ناس بيجيلها ضغط وسكر. ليه؟ إن إحنا مش بنعمل رياضة. الرياضة مهمة جدا جدا يا جماعة. يعني بنشوف ناس بيقعدوا كده، بيقعدوا على مثلا مكان زي ده ويتفرجوا على بعض. اعمل رياضة يا راجل، لو هي يعني متعبة اعمل رياضة مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع. أنا ككابتن عزوز عشان أجري وبجري مسافات طويلة يمكن مرتين ثلاثة في الأسبوع، لأن الرياضة بالنسبة لي دي يعني إيه، ما هي سهلة، مسافة طويلة. أطفال يجروا يعملوا رياضة. شكرا لكم، اشتركوا في القناة وعملوا لايكات مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس.